انتقل تمركز بؤر فيروس كورونا إلى شمال المغرب. اتكشفت وزارة الصحة تسجيل إصابات جديدة في وحدات صناعية بكل من مدينتي طنجة والعرائش خلال 24 ساعة الماضية. وقال محمد اليوبي مدير الأوبئة بوزارة الصحة إن الإصابات ما زالت تتفشى في بؤر كثيرة تهم عدة وحدات صناعية، مشيرا إلى تسجيل بؤرة جديدة بالدار البيضاء ظهرت فيها 31 حالة، بينما تم تسجيل بؤرتين في وحدة صناعية بطنجة بمجموع حالات بلغ في كل واحدة منها 15 حالة و31 حالة، ليصل العدد الإجمالي في هاتين البؤرتين على التوالي 55 و42 حالة. وأضاف اليوبي أن بؤرة العرائش يقصد معملا لتصبير السمك بميناء المدينة سجلت فيها 13 حالة جديدة، ليصل مجموعات الحالات فيها 48 حالة مؤكدة، كما تم تسجيل بؤرة جديدة في وجدة بست حالات. وبخصوص نسبة الوفيات، أوضح اليوبي أنها سجلت انخفاضا لتصل إلى 4.7% نظرا لاكتشاف حالات كورونا مبكرا، بينما بلغت نسبة المعافين 11.5%. وأعلنت وزارة الصحة مساء اليوم تسجيل 191 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 3046 حالة. ووفق ذات المصدر، فقد بلغ عدد الحالات المستبعدة بعد تحاليل مخبرية سلبية 13340 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالمغرب إلى حدود الساعة 7 من مساء اليوم. وأوضح اليوبي مدير الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة في تصريح صحفي أنه تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين خلال 24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي إلى 143 حالة وفاة إلى حدود 6 مساء من اليوم، فيما تم تسجيل 23 حالة شفاء جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 350 حالة. المشاهد تيفي. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.